تنضم إلينا عبر الهاتف. صباحك سعيد سيدة وهيبة. إذا نقاشنا اليوم هو حول ارتفاع الولادات القيصرية، خاصة عندما يصبح الأمر اختياري بالنسبة للمرأة. أنت كطبيبة نساء وتوليد، نتوقف عند خاصة عمل العيادات الخاصة التي أصبحت تفتح المجال للنساء بأن يخضعن للولادة القيصرية. ألو، ألو، صباح الخير، أهلا بك سيدة وهبة حاني. صباح النور إيسار. نحن في ألو الاستماع، نحن في ألو، الاستماع سيدة وهبة حالي. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. سمعت سيدة كانت تهدر على تتكلم على ارتفاع نسبة العملية القيصرية في القطاع الخاص، وكذلك ثاني في القطاع العام ماشي غير القطاع الخاص. وانا اقول لك سيدتي باللي العمليه القيصريه الولاده الطبيعيه هي لاكوشمون باغ فا باس ولاكوشمون باغ سيزاريان، اي القيصريه سوني كان سوفتاج بور لا مامون اي لو بيبي. وقتها نديروها باش نقضوا يا الام يا الجنين. مي حنا هنا هاد الصيغه هذه تبدلت، لانديكاسيون هذه تبدلت. كاين ناس كاين وين شفنا الارتفاع، وانا كنقول لك السبب الرئيسي تاع ارتفاع نسبه العمليات القيصريه واش هو يا نساء، هو عدم هي لابسونس دو بريز اون شارج دي غروسيس او ريسك. علاه؟ باسكو المراه كي تكون سويفي، حنا كي نتبعوا المراه حنا نديروا سويفي دو غروسيس. لو بوت دو سويفي دو غروسيس سي با سويفي سويفر بور سويفر، هذا ما كان لازم نتبعوا باش اون فا تخيي هذه مريضه غروسيس ا او ريسك ولا هذه مريضه عندها يعني غروسيس سون ريسك واسمو الحمل طبيعي. ما حجم الخطورة التي أصبحت تعرفها النساء؟ يعني هل هناك كذلك نساء يعني نلاحظوا أنه الأغلبية يتحدثوا على ضغط دموي مرتفع في بداية الحمل؟ دي هي راكي فهمتي، هي لا بريزون شارج دي غروسيس ا او ريسك. لا بريزون شارج، شوفي مدام تحبي سي فو فولي كون ليفيت لوغمونتاسيون، هذا الارتفاع تاع العملية القيصرية لازم المرأة دوا اتر بريز اون شارج من المقبل. هايلي، منذ بداية الحمل حنا دوكاتيك انا شفنا ارتفاع ضغط الدم، ارتفاع السكري، ارتفاع لي مالادي ايمونولوجيك، هادوما كاع لقيناهم كثروا هاد الوقت. وهاد المراه اون فوا نلقاو عندها اون فالا كلاسي، نقولوا بلي خلاص نصنفوها باغمي لي ذات الحمل الخطير. في هاد الحاله هي للطبيب يعني طبيب نساء وتوليد هو من يقرر ذلك، لكن بالنسبة لي للنسوة يقرر. لا يقرر هو إذا كلاسي صنف هذه يصنفها المرأة فقط. هذه المرأة احنا انا تبعتها سواء في الخاص او في العام، تبعتها شتها ان غروسيس او ريسك، نبعتها الى قطاع عام لازم تكون اوسبيتاليزي سورفيي اي دوا اتر ديكلونشي. حنا عندنا وشنو لي سيزاريان او لي غروسيس او ريسك، هادي ولا عندها ليبرتونسيون لازم تزيد ا 37 سيمين، غير تدخل شهرها لازم تزيد. علاه؟ باسكو لو ريسك تاع ليبرتونسيون على حياتها وحياه الجنين. بصح حنا هاد المراه كي نبعثوها ما كانش وين تروح، اني با بري اون شارج. ولا درتيها ا 40 سيمين اون هيبرتونسيون، خلاص تروح لا سيزاريان باسكو بدا لا سوفرونس البيبي. هذه ديابيتيك لازم تزيد ا 38 سيمين، وكان نبعتها وكان تروح ا 40 سيمين لو بيبي سيمين تولف لا سيزاريان. دوك لازم نعالجوا المشكل، نحوسوا على السبب. سيدة وهبة، هل تعتقدين بأنه وخلينا هذيك لا كومبليزونس هذيك اللي يديروها بعد الأطباء اللي يديروا لا سيزاريان باسكو المرأة اللي حبت. ونقول لك حاجة، لا سيزاريان مدام ماشي لا سيزاريان أخطر من لاكوشمون نورمال. هذا ما كنت تتحدث عنه السيدة هادية، باسكو عندها لو ريسك دانيستيزي.
عندها لو ريسك التخدير. ديموراجي، عندها لو ريسك بوغ لو بيبي، باسكو على بالك الجنين كيزيد باغ لا فوا ناتشوريل لا فوا باس، على بالك لي بومون تاعو يتعصروا، دونك يا با دو ريسك دو موفيز ادابتاسيون. مي باغ كونت كي تجبديه سيزاريان يقدر يديرلك ان بروبليم بولمونير. هادي هي دونك هادي دوك هاديك لا كونسيونس تاع كل انسان. بصح دابور يفو كوريجي، حنا مادا بينا المرا كي تروح كي تحمل، حنا اوني لا بور كلاسي لا غروسيس، غروسيس او ريسك، غروسيس نورمال سي بون، غروسيس او ريسك لازم لها ان ميديو اوسبيتاليي، تروح المستشفى، elle doit être prise en charge à l'hôpital. عندي une patiente عندها une hypertension ما نخليهاش انا توصل لي حتى 40 سمانه باش تزيد 40 سمانه يجيني تجيني خطر عليها ولا الخطر على البيبي. سيده وهبه، اوبليجي ندير لا سيزاريان. سيده وهبه استسمحك فقط، هل تعتقدين بان المراه الجزائريه الحامله الجزائريه واعية بكل ما تقولينه؟ يعني هل تأخذ بذلك بعين الاعتبار أو أنه تترك الأمور إلى آخر دقيقة؟ لا لا، هنا نقول لك حاجة، أنا ما نعاتبش المرأة الجزائرية، أنا هنا نعاتب، حنا أوني لا بور إكسبليكي، أنا ما نجيش المرأة نقول لها هاكي روحي روحي لازم تزيدي في سبع في التسع شهور غير تدخلي تسع شهور، لازم نفهمها واش معناتها لا غروسيس او ريسك مدام، لا غروسيس او ريسك واش هي، واش تقدر دير، واش تقدر تصرى البيبي، ولازم ماشي نبعتها سيزاريان، على بالك كي نبعتها انا نبعتها في الاواخر تاع الثامن وتروح دون زي ميليو اوسبيتاليي، البيبي يوجدوا له ديجا فا اتر سورفيي بور لا تونسيون تاعها، كلها لا تونسيون تاعها يعاودوا لها لو بيلون. وهو امر غائب لدينا، يعني غير موجود، يعني غائب هذا هو الامر. المشكل لا بريزون شارج دي غروسيس ا او ريسك مدام. سيده وهبه سؤالي يقلل يقلل، نقول لك حاجه، حنا كنا في العام كنا نديروا لي زاكوشمون شحال 30 ولاده باش طيح تنين سيزارين، مسح النساء والله غير كانوا يدخلوا، لي بيرتونجو تدخل، لا ديابيتيك تدخل، لي مالادي اوتوميون هادوك يدخلوا وتلد بطريقه طبيعيه. نوجدوا على حسب واش عندنا لي كومبيتونس اونان دابور، لازم الانسان هو يدير واش لازم. حنا دوكا شوفي عطينها اون لتر بالوسمو بالوسمو تقولي لها مدام لازم تزيدي في العام ولازم تروحي تدخلي، هي الما هي ما تلقاش. الو، نحن في الاستماع سيده وهبه، واصلي. هي ما تلقاش جي لو غوتور. سيدة وهيبة، حتى نختم هذا الملف فقط معك، سؤالي لك الآن، وكنت أتحدث عنه مع سيدة هادية وهي قابلة رئيسية، عن اختيار بعض النساء، يعني في الحالات الخطورة الطبيب يوجه المرأة الحامل وغيره، لكن لاحظنا مؤخرا عدد من النسوة حتى في العالم ككل بما في ذلك في الجزائر أصبحت لهم ثقافة معينة وهي اختيار الولادة القيصرية. شوفي دوك نقول لك، انا نقول لك علاش ياي اون اوغمونطاسيون تاع اختيار بعض النساء للعمليه القيصريه بدون سبب يعني مرضي. شوفي لي زاكوشمون دوكا رجعوا الحمل المتاخر تاع لي فام اجي، نقطه مهمه، فهمتي؟ كتر كتر الولاده بعد 36 سنه، كتروا الاول تاعها هي على 36 سنه تقول لك انا جو برون با لو ريسك، فهمتي؟ يولدوني يديروا لي فورسيبس يديروا لي يخافوا، وتقول لك واحد والاربعين اكيد تشوفي الولادات عن 40. هل بالفعل صعب الولاده الطبيعيه في سن متاخر، يعني ما فوق يعني ما يقارب الاربعين سنه، هل هو بالفعل الطبيعيه تكون صعبه؟ طبيعيه تكون صعبة لماذا؟ لانها ستون غروسيس تري ديزيري، ماشي هادي وكان ولدت من قبل وثالث رابع ماشي مشكل، صح المشكل اللي اول مره اول مره يقدر يكون، اي يقدر يكون مشكل، هي ديجا
بعد 35 سنه، ما على بالكش بلي المراه بعد 35 سنه من 80% من السيرتيليتي تاعها تنقص. دونك لا سيرتيليتي تاع المراه تنقص، الانجاب عندها ينقص، وهما دوكا مواعيين. وكاين مام وكاين مام في بعض بعض البلدان تقول لك فام اجي الاول تاعها دير لها سيزاريان. هنا 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 الطبيب تاع الصح يتاثر، يقدر يروح يدير لها سيزاريان، يقول لك جو برون با لو ريسك، وخاصة في القطاع الخاص. تضحت الصورة سيدة وهيبة. باسكو مام القطاع الخاص ما راهوش مجمول، ما راهوش ما عندناش كاع لي مويان بو بريز اون شارج دان اكوشمون او دو نوفو ني. تضحت الصورة سيدة وهيبة رحالي طبيبة نساء وتوليد، جزيل الشكر لك على هذا.